السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. أنا آسف جدا إني منقطع، خبر كبير بالعمر يعني. يا جماعة والله شاهد موضوع، أنا الآن فيلة باور اللي موجودة بالبوليفارد، نقدر نصور معاكم مقطع ونقدر نشوفكم ونلعب مع بعض ونستانس مع بعض بإذن الله، واللي بيجينا وينورنا ويشرفنا رابط ذاك تحصلونه تحت بالوصف. حياكم الله جميعا، مقطعنا اليوم مع الجمهور، مقلب السماعة لكن الجمهور يمقلب اليوتيوبر. برضو يا جماعة بسوي بطولة كاملة للبلوت هنا بالساعة هذه، بنعبيها طاولات، بعلمكم طريقة البطولة وكيف تحجز وتسجل اسمك. هذا سناب يا جماعة الخير، حياكم الله جميعا. زياد يخاف على سيارته مرة يخاف مرة، فأبيك تجي تقول أبلبسك سماعة هنا زين، وبروح فوق أنا بتكلم معك، اللي أقوله لك تذكره زياد بس. ممتاز؟ حلو. طيب ممتاز، أبيك تروح لزياد مجالس هنا تحت، سيارة تشالنجر اللي قال لي، قول له احنا عندنا رافعة وشارك السيارة، عندنا رافعة أي شارك الشنطة كاملة، فإذا ما إذا تسمح لي تروح معي. السلام عليكم، أنت زياد صح؟ نعم. سيارتك تشارج تشالنجر كانوا ينزلون تحميل وكذا في رافعة، للأسف يعني صدموا الخلفية حقتها. تعال ما فيها شيء، تعال 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 حبيبي حبيبي والله العظيم. اسمع انا 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 اسف مره، انا مقلب رائد والله، مقلب رائد انا مالي دخل، انا اعتذر والله، انا اسف والله زياد. سمعت يا جماعه الخير، الله يرضى عليك، اللايك والاشتراك الجمهور اللي يجينا الفيلا، بنجدول معاهم نصور معاهم مقاطع بالعكس تفيدونا احنا بعد. زورونا بفيلا باور، يا مرحبا ويا مسهلا بالجميع. اي والله العظيم. طيب بسم الله، الحين اعطيت واحد من الجمهور وبخليه يطقطق على ركان. ركز معي، ابغاك بس تسمعني وتقول الكلام اللي انا اقوله لك. ممتاز، ابيك تروح للركان الحين، بس لا تقول للركان، قول لو سمحت ممكن اسحبك على جنب، قول انا صراحه ما اعرفك بس اني اشوف ما حد يصور معك، فودي اصور معك، ما عندك مشكله؟ اذا قال لي طيب كل الزبده يا اخي، جسمك ليش كذا يعني، ليش بتسوي رياضه اذا ما عندك شيء وانت يعني يوتيوبر زي كذا؟ تمام سلام، انا بالسيارة يلا حي شب عليه سلام. اخي اشوف الناس، كيف ما عرفتك يا اخي؟ من انت؟ انا ايه ركان. ركان ايش؟ بور ركان. هو الركان عائلة ذي ولا وش؟ هذه عائلتي الثانية. ايه رحمتك صراحة. ايه قلت وش؟
شو؟ ايه ارحمك اصور معك شوي. حلوه ذي. ايه بس للاسف تمرد نادي صرت ضرس. ما شاء الله صرت ضرس. ما تعرف اي والله ضرس. وجهك خايس. وجهك خايس تبي شيء يلا دزني. ايه الله يصلحك. وش بعد؟ والفرق هلا هلا خلاص بنمزح معك يا عيال. دقيقه والله تبشت منك خلاص الزبده ذا مقطع يا حبيبي. ايش مقطع هذا؟ مقطع صادق؟ اي والله رايد. شو مين؟ ها والله سماعات. اشوف اللي ما يستحمل بدري. انت استيعابك بطيء. الله يصلح. اسمع ركز معي الان. بنروح لبهاء. ممتاز. شوف بهاء قدامك بالنص. لو تمشي قدام عنده اثنين من الجمهور قل له ممكن قل له سمحت ممكن اخذك على جنب. طيب عاد بهاء ينحرج مره. قل ليش شخصيتك هاديه؟ ليش ما تطقطق مثل العيال وكذا؟ ليش بس هادي؟ ليش اني افتح لها انك تجعر؟ طيب بس ليش شخصيتك هاديه كذا مره هاديه ولا انت يعني مع اليوتيوبر ولا مثل اليوتيوبر؟ كيف؟ اقول هادي مره انت مره. والله الناس يعني في يعني في لهم اسباب عرفت. في مثلا واحد الله كذا انخلق هو في الدوده عرفت يحب يسولف ينقز يعني انت مثلا ركان عرفت. طيب لو تصير مثل اليوتيوبر افضل والله حماس وكذا وجراءه. اي انا شوف انا وقت الفيديوهات احاول اني يعني اسوي مراه وكذا. لا هذه فيفا الله يسكر. اي انا كشخص عادي تشوفني هادي اتمشى تعرف معي عادي اسولف فجاه كذا في لكن سو حركات كنت لاعب يعني في لكن في لكن تسوي حركات سو حركات كنت لاعب تبدا تسوي حركات سويتها يلا يعني هي لا كملي لا كملي. طيب ها يلا يلا لا كملي يلا الان ابيك تروح اي واحد يقول مودي مودي وارتع ابيك ترتع مو ماسك مودي ابيك على جنب الحاله تكفر الله يوفقك ابيك على جنب لا مودي مودي ارتع ارتع اي خمه مره لا تفكر خمه ابشر. طيب ابشر حبيبي ابشر شكلك والله من عيوني يا اخي من عيوني يا اخي. طيب وقف وقف قل لا اله الا الله من عيوني ابشر خلاص تبغى ايش تبي امرني شيل الكاب طير الكاب حقه طير الكاب حقه فوق تبغى وشو يا اخي خلي الكاب يا اخي قطع راسك اللي تبي وش قطع راسك والله اي خمه 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 اللي تبي وش انت وش تبي يا مسلم يا اخي وش تبي يا اخي ابشر طيب ابشر خلاص ابشر تم اللي تبي يجيك اللي تبي يجيك تكفى وش تكفى تكفى اسمع تكفى مو تبي تدري اسمع انت بتدري اللي يحبك صايح كبوت احبك صايح اللي يحبك ايه مودي هذا مقلب ولا مودي هذا مقلب مودي هذا مقلب صح مودي يا اخي وخر يا اخي ما اقدر انا ما اقدر خلاص ما اقدر ما اقدر هق هق مودي مودي هم كل حالنا يا مودي خلاص طيب ابشر تكفى شاله طيب تكفى خلاص قل خلاص يا اخي خلاص انزل معي شوف رايد وين رايد وجه طويل وجه طويل يا اخي جايبني واحد طويل يخمني هذا ايه مودي يا حبيبي حتى بعد المقلب ما نزل باقي مكمل الان مقلب مين يا جماعه مودي عشرة الان خذ الحاله هناك بزاويه المودي انا والله العظيم المتابعين بدي اصور معك اذا صورت معاه ابى اقول لك على الباقي هذا قدامك ترى هو قدامك شوي يما يا ولد مودي والله انه بيخاف والله بيخاف والله
تعال اصور معك. انا معجب فيك. فكري انا والله ابي اصور معك. طيب اخي والله على من يعجب فيني. طيب بس ليش ما تسكني بقوه؟ ها ليش ما تسكني بقوه يا اخي؟ اتابعك انا فورتنايت يا اخي. تعال تعال تعال. ايش تبي؟ اقول انا احبك لازم اوديك معي البيت. ايوه لازم اوديك معي البيت. ايه قل لي قل لازم اروح البيت معك. يلا لازم 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 اخذك معي البيت. ايه؟ اشفق يا اخي. امزح معك امزح معك. هذا مطرب رايح هذا. ما تعرفه يعني؟ رايد مشوح؟ ايه ولا تبين اخطفك من وين ابو كرشه؟ وين تبين اخطفك؟ وين ابو كرشه؟ ها؟ وين ابو كرشه؟ متخبي هو الحين. والله لا خلت حالك عليك تكفى. ها؟ خلت حالك عليك. ليش؟ ابو تخبي خلاص. والله لوريك والله لوريك. من هو؟ كلمه يمه تبيني تجي البيت الحين؟ ايه انا جاهز الحين. انا جاي كم بعيد. انا اسف. تذكر انا شو اسمي؟ شو اسمي؟ انا سويت في مقلب؟ ايه مسموح لك تسوي مقلب واحد ترد. مقلب واحد بس. مقلب واحد بس زياده انا ازعل عشان تاخذ حقك بس الحين لا تسوي شيء. من حبايبي. طيب اسمي لي مقلب. هلا والله حبيبي والله اني اعتبرك زي ولدي. يا حبيبي الله يعطيكم العافيه يا جماعه الخير. لا تنسون اللايك والاشتراك والاشياء الطيبه هذه. هو دمدسني يا اخوان. شو؟ رابط قناه السهل. مع السلامه يعطيكم العافيه.